السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوة الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم. أنا أشرف خليل، راح أتكلم في هذا الفيديو شباب زي ما وعدتكم في بعض البوستات من خلال الجروب. راح نبدأ بسلسلة شروحات متتالية لموقع مستر ويب وأقسامه. راح نشرح جميع الأقسام وكافة الأقسام لهذا الموقع، وراح نشوف كيف راح نستفيد من هذا الموقع إن شاء الله بكل تفاصيل. طبعا بداية شباب، عشان الناس اللي ما بتعرف شو موقع مستر ويب، تعريف بسيط عن موقع مستر ويب. موقع مستر ويب هو عبارة عن موقع مثل باقي المواقع، بيقدم بعض الخدمات والأدوات. تقريبا في أكثر من 100 أداة تولز موجودات داخل هذا الموقع، تقدر تستخدمهم من خلال الموقع، من خلال على سبيل المثال مثل السوشيال ميديا. قسم السوشيال ميديا راح يكون أو موجود طبعا في عدة أقسام. إدارة حساباتك على السوشيال ميديا مثل إنستغرام، مثل فيسبوك، بينترست إلى آخره، عمل حملات وتسويق وترويج وبوستات وداتا وإلى آخره. قسم اليوتيوب نفس الشيء، بيضم جميع أدوات اليوتيوب، سواء تحميل فيديوهات على اليوتيوب، سواء عمل سبسكرايب، اشتراكات، كومنت، الى اخره. كثير امور راح نشوفها مع بعض ان شاء الله. قسم الترافيك، هذا القسم بيخص جميع انواع الترافيك، في اكستشينج ترافيك، تبادل زيارات، زائد انه في قسم اخر كسوفت وير بيعمل بشكل مستقل عشان تقدر تستفيد من هذا القسم بالترافيك الخاص سواء لموقعك او لبيع ترافيك كخدمه تقدم على اي موقع بدك اياه. الايميل ماركتينج بيضم طبعا كثير من الاقسام، راح برضه نشرحها بالتفصيل، مثل عمل كامبين وحملات اعلانيه وترويج عبر الايميل ماركتينج. كثير في امور راح نتكلم فيها ان شاء الله بالتفصيل. مالتي لوجن اللي هو المالتي براوزر، من خلاله بتقدر تقوم بانشاء عده متصفحات، يستخدم في فتح حسابات مثل اي باي وباي بال وجوجل الى اخره. السيو بيضم اكثر من تقريبا 70 اداه مستقله لوحده، من خلاله بتقدر تعتمد على هذا القسم كامل بتحسين السيو لموقعك في محركات البحث بطرق كثيره، راح برضه نتكلم عن تفاصيلها بالتفصيل الممل ان شاء الله رب العالمين. قسم الدروب شيبينج وبرضه بيضم كثير من الاقسام مثل البحث عن المنتجات والبحث عن المنتج الرابح والبحث بالمقارنه وعمل مقارنه بين الاسعار بالمواقع وتحديد منتج معين ومتابعة عميل معين او بائع معين الى اخره. كل هاي الاقسام شباب ان شاء الله رب العالمين راح نتكلم عنها بالتفصيل الممل. بالنسبة للخطط والاسعار، طبعا الموقع بداية انت بتقدر تفتح فيه حساب مجاني بالكامل، ما في اي عمولات بتتاخذ منك ولا بتحسب عليك. باي وقت انت بتحب تعمل ابجريد لحسابك بتقدر تعمل حسب الخطط اللي بتكون متوفرة، وراح نشرحها ايش الفرق بين كل خطة موجودة امامنا. بداية اول ما ندخل على الموقع، هذا هو رابط الموقع زي ما انتم شايفين، مستر ويب هوم. هذا الموقع انا بعتبره شباب يعني هو عبارة عن تريكس، يعني عبارة عن تركات احنا بنشتغل من خلالها كيف نقدر نستفيد من العمل عبر الانترنت، من خلال تحقيق دخل ثابت، من خلال تحقيق دخل سلبي. واللي ما بيعرف شو الدخل السلبي، اللي هو يعني باختصار شديد انه باقل مجهود واقل تعب يجيك مردود ثابت كل نهايه شهر على سبيل المثال، من خلال عده نشاطات انت بتقوم فيها وبتقوم تشترك من خلالها. يعني ما راح يكون عباره عن نشاط معين محدد، عده نشاطات راح نكتشفها كلها مع بعض. راح نشتغل بكل قسم بكل تفصيل داخل القسم، ولكن عشان تقدر تابع معي وتواكب معي لازم تكون ملتزم بهاي السلسلة، ما تفوت أي فيديو من هذه الفيديوهات، لأنه راح يكون كله تالي. إذا ما عرفت الفيديو الأول ما راح تعرف الفيديو الثاني، ما راح تفهم موضوعه. فعشان تفهمه كامل ياريت نكون من البداية كلنا موجودين مع بعض وكلنا نتابع مع بعض. بداية أول ما ادخل على الموقع هون شباب، زي ما تشايفين هذه الهوم بيج، الصفحة الخاصة بالموقع. هنا في عندي زي ما انتم شايفين داشبورد. اول شيء بضغط على الداشبورد مباشره بيحولني على تسجيل دخول زي ما انتم شايفين، عشان اقدر ادخل على لوحه الاداره او لوحه التحكم او الكنترول بانل الخاصه فيه. هلا انا ما عندي حساب على سبيل المثال، بضغط على ساين اب من هون مباشره تفتح لي كرييت اكونت. من هون طبعا بختار اسم
جديد عشان أقدر أسجل من خلاله، وليكن أنا بدي أسجل باسم أشرف 2 على سبيل المثال، خليل سوري 2، وراح أستخدم إيميل أوكي، وهنا راح أستخدم باسورد افتراضي عشان نجرب مع بعض، بعدين راح أضغط على Create Account. الآن هو تم التسجيل مباشرة، بيحولني على صفحة الدخول اللي أنا لازم أدخل من خلالها. أنا راح أدخل من خلال Info، زي ما تشايفين مباشرة هو بيتم تحويلي بشكل تلقائي على الداشبورد اللي تشايفينها أمامكم. هذا الداشبورد طبعا شباب أول ما نفتحها من هون، طبعا هون في عندي الألرت، دائما بنشوف إذا في أي شيء في الموقع جديد، مثلا في عندي أبديت جديد لقسم البراوزر بشوفه، في عندي أي رسائل مهمة راح تجدها أمامك بنفس الطريقة اللي أنت شفتها. هذه الصفحة الرئيسية طبعا هون ويلكم باك أشرف 2، هنا بيعطيني إنه البلان اللي أنا مسجل فيها هي الفري، زي ما أنتم شايفين هون الباكج فري، بيعطيني هنا إنه ما عندي أي أفليات، عندي هون الورنينج إذا في عندي أي رسائل تحذيرية، سبورت تيكت 62 الببليك، هو بيعطيك الببليك سبورت تيكت، راح نشوفه برضه مع بعض كلنا. هنا بيعطيني حركة الموقع بالأفليات كيف خلال 6 شهور. ننزل تحت بجد هنا قسم بعض البرامج المتوفرة داخل الموقع اللي بقدر أشتغل من خلالها، في جزء منها مجاني وفي جزء منها بريميوم لازم يكون مدفوع. قبل ما ندخل بالأقسام ونشرح الأقسام الموجودة من هون، راح نشرح في البداية الأقسام الرئيسية اللي من خلال حسابي الخاص، يعني من خلال أنا سجلت حساب إيش ببدأ وإيش لازم أشتغل ومن وين أنا ببدأ. بداية طبعا شباب هذه أول خيار من هون البروفايل، زي ما انتم شايفين بيحولني على صفحة البروفايل، هذه البروفايل اللي انتم شايفين، وبتقدر انت من هون تغير اي معلومات للبروفايل، فيرست نيم لاست نيم الادرس الفيسبوك تويتر الى اخره، كل هاي التفاصيل بتقدر انت من هون تغيرها بكل سهولة. بعد هيك عندي هون الاكونت، زي ما انتم شايفين هذا الاكونت، هذا الاكونت بيفتح لي هون عبارة عن ستيتمنت زائد صفحة اكونت خاصة وكاملة متكاملة فيها جميع الاقسام اللي ممكن تلزمني للعمل. طبعا هون شباب خلينا نكون عارفين انه عندي هون نظام البوينت، يعطيني في البدايه لاني انا هلا فتحت الحساب امامكم، يعطيني انه 0 بوينت، والبوينت هون طبعا مقصود فيها هون لانه في بعض الاقسام راح نشتغل من خلالها تستخدم انه لازم يكون عندي بوينت عشان انا اشتغل من خلالها، مثل اكستشينج ترافيك، مثل يوتيوب كومنت لايكر الى اخره، راح نحتاج يكون عندي بوينت عشان اقدر اشتغل من خلالها. بلس عندي هنا البالانس، الرصيد اللي موجود عندي زيرو، الديبوزيت عندي زيرو، الدروز عندي تحويل زيرو، ما عندي اي حسابات لانه لسه ما زال الحساب جديد. هنا تحت يعطيني اذا في بندنج الي اي شيء، سواء من الارباح سواء من التحويلات سواء من عمليات الشحن او الديبوزيت اللي تم. اول خيار عندي هون طبعا هنا موجود عندي البالانس، زي ما انتم شايفين بيعطيك رصيدك باستمرار في الموقع كم، هذا الرصيد باي وقت تقدر تشتري من خلال الموقع فيه، راح تشوف انه مرتبط بعده مواقع اخرى، بتقدر تستخدم نفس الرصيد بعده مواقع. طريقه شحن الرصيد، طبعا يا استاذ ضروري اشحن الرصيد ولا مش ضروري تشحن الرصيد؟ حسب الخدمات اللي انت تستخدمها. هلا الخدمات اللي تستخدمها في شيء منها راح يكون مجانا بنسبه 100% وفي منها مجانا بنسبه معينه بحدود معينه، وبعدين بصير لابد انك تدفع ثمن الخدمه. في بعض الخدمات انت راح تحتاجها تستخدم نقاط بوينت، عشان يكون عندك بوينت لازم يكون عندك رصيد عشان تشحن البوينت، راح نفهم كل هاي التفاصيل الشباب مع بعض. عملية الشحن للرصيد بداية بتتم من هون من عند ديبوزيت، مجرد ما ضغطنا على ديبوزيت من هون بيحولني على هذه الصفحة اللي انتم شايفينها من هون. الآن بالديبوزيت هون شباب لو نزلنا من تحت عندي هون عدة خيارات أنا من خلالها بقدر أشحن رصيدي، عندي بايونير، مجرد أنا ما اخترت بايونير هنا بيعطيني النوت اللي بتخص البايونير، يعني إنه أنا هون مطلوب مني بايونير أكسبت مينيمم ترانسفير 50 دولار، يعني هون اقل تحويل من خلال البايونير، لانه باينير تعتمد اقل تحويل 50 دولار، لازم تبعث انت تحول 50 دولار، تقوم بارسال 50 دولار لهذا الايميل الموجود هون، بعد ما تتم عمليه الارسال بتقوم باضافه التفاصيل هون لارسال ايميلك اللي ارسلت منه الى اخره، بتكون حطيت طبعا القيمه هون، بعدين تضغط على ديبوزيت عشان يتم مراجعه عمليه اضافه الرصيد. الخيار الثاني عندي هون فودافون كاش، هذا بخص طبعا اهل مصر، الناس الموجودين المتواجدين في مصر بيقدر يشحن، ما في اي مينيموم، ان شاء الله بده يشحن ب 10 جنيه ب 100 جنيه ب 1000 جنيه،
ب 10 دولار، القيمه اللي بده اياها بيقدر يشحنها، ما عنده اي مشكله. هون بقوم باضافه القيمه، طبعا بالدولار شباب، العمله كلها تعتمد بالدولار، وبعدين بقوم بالتحويل طبعا لهذا الرقم الموجود هون، ومن ثم برضه بقوم باضافه نفس الكلام اللي تكلمنا فيه اللي هي ترانزكشن انفورميشن، يعني بقوم باضافه تفاصيل العمليه اللي تمت عشان يتم مراجعه العمليه. بعد هيك عندي هنا ويسترن يونيون، تقدر تقوم بالتحويل من خلال ويسترن يونيون. طبعا التحويل لويسترن يونيون لازم يكون اقل مبلغ، يكون 100 دولار، لانه بياخذوا كمان 20 دولار فيز عموله على التحويل. بيتم التحويل زي ما انتم شايفين من خلال ويسترن يونيون تو تركيا بعنوان تركيا، هذا الاسم من هون بتقدر ترسل عليه. بعد هيك طبعا بتقوم باضافه الام تي سي ان هون، نفس الشيء برضه الكود الخاص بالارسال والقيمه، وبتضغط على ديبوزيت عشان تتم المراجعه. في عندي ماني جرام نفس التفاصيل، تقدر تضيف اقل شيء 100 دولار زائد 10. فهذه الخيارات اللي امامك موجوده، بايونير، فودافون كاش، وسترن يونيون، ماني جرام، بيتكوين لسه ما شغلناه لكن ان شاء الله قريبا راح يكون شغال. مجرد انت ما قمت باضافه اي مبلغ انت قمت بتحويله، بيتم مباشره، وليكن على سبيل المثال ان انا حولت من خلال بايونير مثلا 50 دولار وقمت باضافه ديمو تيست مثلا هذا الكود، وضغطت على ديبوزيت، الان هو على طول مباشره اعطاني انه تم اضافه، مش الرصيد طبعا، الرصيد الان بيدخل بندنج لانه انا العمليه وهميه اللي انا اضفتها زي ما انت شفت. الان بيتم مراجعه العمليه خلال 24 ساعه، في حال العمليه كانت سليمه ومكتمله 100% بيتم مباشره اضافتها امامك، وبتشوفها انها نزلت عندك. طبعا بتقدر تشوف هذه الامور التفاصيل من هون مباشره، زي ما انتم شايفين عندها 100 دولار تم تحويل بندنج، زي ما انتم شايفين نزلت بالبندنج. مجرد ما تم اعتماد ال 100 دولار بعد ما يتم مراجعتها، بيتم تحويلها مباشره لرصيد بهذا الشكل. الان طبعا راح انتقل لحساب اخر فيه رصيد عشان نقدر نشتغل من خلاله، وراح نشوف ايش اللي فيه نستخدم الرصيد له، ايش اللي ما بنستخدم الرصيد له. الان زي ما انتم شايفين انا دخلت في حساب اخر، هذا الحساب فيه 199,000 بوينت، وفي 43 دولار و9 سنت. بقدر انا الان اشتري واشتغل بالطريقه اللي انا بدي اياها، وطبعا راح نشتغل بالامور، راح تشوف امامك الامور اللي راح نشتغل فيها مجانا بدون ما يكون عندي اي استخدام. طبعا من هون تحت هون راح تشوف عندك ترانزكشن ريسنت ترانزكشن، اللي يعني بعض الترانزكشن الاخيره اللي تمت عمليات عندك، مثل مثلا اشتراك، مثل تحويل سحب مثلا، مثل دفع اشتراك سنوي، مثل كل هاي التفاصيل تظهر عندك زي ما انتم شايفين هون. لو نزلنا بالاسفل نجد الترانزكشن كلها موجوده زي ما انتم شايفين من هون. لو ضغطت على اي ترانزكشن من هون مباشره بحولك على الفاتوره اللي تمت، زي ما انتم شايفين هذه هي الفاتوره. الان هيك انا عرفت كيف اقوم باضافه رصيد لحسابي، والان راح نشوف وين ممكن استخدم هذا الرصيد. في البدايه طبعا شباب في عندي هون باي، زي ما انتم شايفين لو ضغطنا على باي من هون في عندي بوينت، في عندي ابجريد يور بلان، في عندي ديبت كارد، في عندي ستوك اكستشينج، في عندي مايكروسوفت ممبرشيب، الى اخره. كل هاي التفاصيل طبعا انا ما راح اشرح شيء الا واحنا واقفين عنده، يعني ما راح اتكلم عن باقي الامور الا كل امر احنا بنكون متوقفين عنده. الان قبل ما انتقل لهذه النقطه خلينا بالديبوزيت، الامر بسيط جدا. وليكن انا على سبيل المثال ما عندي امكانيه ان احول من خلال بايونير، وبايونير بيطلب مني 50 دولار اقل شيء، وما عندي فودافون كاش، انا مش مصري الى اخره. اي شخص موجود، اي شخص موجود على الموقع عنده حساب بيقدر يعطيك حساب، بيقدر يحول لك حساب من خلال سند. سند هنا بيقدر يبعث لك بوينت، بيقدر يبعث لك كريدت. اذا ضغطت على كريدت من هون كل المطلوب منه بس انك تعطيه ايميلك على الموقع، بيقوم باضافه الايميل من هون، بيقوم باضافه الرصيد اللي بده يقوم يتم التحويل له، على سبيل المثال كم القيمه اللي بدك تحولها، وبضغط على سند بيمنت. الان هون مباشره بيعطيني يور 10 دولار يعني will be sent to email Joe Tracker. اوكي كونفيرم، تعطيك كونفيرم من هون مباشره بيعطيك انه اوكي انا بعثت لك الفلوس لصديقك. هيك مباشره بينزل رصيد من عندك، وانت قمت بتحويل هذا الرصيد لصديقك. لو دخلت على الحساب الاخر اللي هو حساب الصديق راح تجد انه الرصيد دخل عنده مباشره. يعني لو انا عندي الان 100 دولار 50 دولار 70 دولار وعندي صديق محتاج 10 دولار، ممكن يبعث لي اياهم ببال، ممكن يبعث لي اياهم بالطريقة المتعارف عليها أو اللي بينه وبينه بأي طريقة سهلة، وأنا أحول إياهم على حسابه. وهيك بكون أنت بالنسبة لك أسهل أنك تقدر تحول بكل الطرق اللي بدك إياها. الآن الناس اللي عندها أوريدي أصلاً مستر،
كسوفت وير. نتكلم احنا عن الناس اللي عندها برنامج مستر ويب سوفت وير من الاول وقدم. طبعا في ناس ما قدمت مزالات، بيقدر يطلب عمليه ابجريد لحسابه. يعني الان انت حسابي هون على سبيل المثال فري، ولكن انا بمتلك برنامج مستر ويب، كل المطلوب مني عشان اقدر اقوم بتحويل هذا الحساب من فري لبريميوم ريكويست ابجريد. من هون بس بضغط على ريكويست ابجريد بيحولني على هاي الصفحه. كل الان المطلوب مني اقوم باختيار السوفت وير الموجود عندي، وبعدين بقوم باضافه البيبال الخاص فيه اللي انا اشتريت من خلاله، وهنا بقوم باضافه الكود الخاص بالبيبال ترانزكشن وبضغط على ريكويست ابجريد. مباشره وصل اداره طلب ترقيه، بتم مراجعه العمليه ورقم الحساب ورقم العمليه اللي تمت. اذا كان فعليا انت تمتلك هذا البرنامج، فعليا بيتم ترقيه حسابك الى بريميوم، وبتقدر تتمتع بكل مزايا الموقع البريميوم بكل بساطه بدون اي مشاكل. الان راح نرجع برضو نشوف باقي الاقسام. عندي هنا شباب زي ما شايفين باي، اذا ضغطت عليها في عندي بوينت، بقدر انا اشتري بوينت من هون زي ما شايفين. هذه الحزم الموجوده عندي هون 1000 بوينت ب 2 دولار او 3 دولار خلينا نسميها، ال 2000 بوينت ب 5 دولار، وال 5000 بوينت ب 10 دولار، وال 10000 بوينت ب 18. ننزل تحت في عندي 50,000 وعندي 100,000 و150 و200,000 بوينت. يعني انا بقدر اشتري العدد اللي بدي اياه. هذا البوينت كله شباب، الان لما ندخل على تفاصيل كيف ممكن استخدمه راح تشوف انه اسعار خياليه، يعني اسعار لا شيء، يعني مقارنه بايش راح تستخدمه. انت راح تقدر تعمل من خلالها ترافيك، راح تقدر تبيع من خلالها ترافيك، راح تقدر تعمل اشتراكات لقنوات وتعمل لايكات وكومنتات على فيديوهات، تعمل اشتراكات او اعجابات لصفحات على الفيسبوك، تعمل كثير امور راح تستفيد منها من خلال وجود البوينت موجود عندك. زائد لو انت بتشتغل في اي موقع من مواقع مستر ويب زي مستر ويب بروفيت زي الى اخره، ومحتاج انك تحول رصيد له، كل مطلوب منك بس انك تدخل على مثلا سند بوينت من هون بهذا الشكل، وراح تقدر من هون تحول البوينت اما لليوتيوب بوينت او فيسبوك بوينت او مستر ويب بروفيت بوينت راح نشوفهم مع بعض، او فريند بوينت. بقدر احول لصديقي داخل الموقع، بقدر احول على حسابي اللي موجود على موقع مستر ويب بروفيت، بقدر احول لحسابي بنفس الموقع اللي بخص الفيسبوك بوينت او اليوتيوب بوينت. كل هاي الامور راح طبعا نتعرف عليها واحده واحده عشان ما نتوه ونعرف كيف نشتغل فيها. هنا طبعا تقدر تعمل ابجريد للبلان الخاصه فيك، باي وقت تقدر تعمل ابجريد ما دام عندك رصيد تقدر تعمل ابجريد. الان اول ما تفتح من هون هو بيعطيك الكرنت البلان اللي موجوده اصلا الاصليه اللي انت الان مشترك فيها. في حال انت كان مثلا حسابك فري راح تشوف انت الخيارات من هون ايش اللي بيميز الفري عن غيره مثلا، او الباكج الاخر عن الفري ايش بيفرق راح تشوفه. تختار من هون ابجريد ناو، لازم يكون موجود عندك طبعا رصيد بالانس من هون، مباشره بيتم اقتطاع الرصيد او القيمه من هذا الرصيد. تقدر تشترك بحزمه شهريه شباب، طبعا تقدر تشترك بحزمة سنوية اللي بتشوفه انت مناسب تقدر تعمله. هذا الاشتراك بيهيئ لك وبيتيح لك انك تشترك بجميع اقسام وجميع مواقع مستر ويب اللي راح نتعرف عليها ان شاء الله رب العالمين مع بعض. هذا الفيديو في البداية شباب، هذه عبارة عن مقدمة بسيطة كيف نقدر نشحن الرصيد ولايش نستخدم الرصيد كبداية عشان نقدر نتجه من هون. ان شاء الله رب العالمين بنكمل مع بعض بالفيديو التالي عشان نقدر ندخل على باقي الاقسام. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.